جديد للشرح على هذه الطابعة بطول 2.5 متر بعرض 1.30 متر، وموجود عليها نبدأ نعرفكم على المشغولات اللي يتم الطباعة عليها. الطباعة تتم على هذه المشغولات مثل هذا الصحون، تمام، وكذلك أغلفة الموبايلات، كذلك لعب الأطفال يتم الطباعة عليها، وعلى أيضا هذا اللوح على برج إيفل، طبعا هذا بارز، طباعة بارزة، تمام. فهذا بي في سي يتم الطباعة عليه، وكذلك نفس الطريقة هذه أسمك شوية، وهي أيضا طباعة للرسومات اليدوية الفنانين الرسامين، يتم طباعة حقهم المرسومات على هذا البي في سي. هنا هذا على الأكريليك يتم الطباعة ولصقها من الخلف، هذا ملصوق من خلف الأكريليك، طبعا يحتك بالخلف LED إذا كان محطنا على برواز، مثلا يكون معلق على السلم، سلم الشركات أو أماكن يعني خدمية، أو مثلا محلات، مطاعم، بوافي، من هذا اللي. وهذا أيضا على البي في سي نقشة رائعة جدا، تم يعني طباعتها وكذلك كبسها، تحصل أن هذا مكبوس إلى الداخل، لما تلمسه تحس أنه محفر حفر بالألوان الجميلة، يعني كل هذا تقوم بها هذه الماكينة. وكذلك هذه نفس المشمولة أيضا أكريليك مطبوعة بشكل واضح وجميل وملصقة من خلف الأكريليك. أيضا هذه بي في سي، ولكن هذه يسمى الطباعة المطفية، تمام. هنا طبعا موجودة هذه الطاولة، هي طاولة تتحرك من الألمنيوم، مركب عليها أيضا دينامو، هذه تتحرك طبعا من أجل تحرك هنا في 2 رولات، الرول هذا يدور حتى أنه هذا مثلا الزمزمية أو حق الماء، تمام، هذا طبعا تدور، شوف مثلا، شوف أنا لما أدور هذا الرول تدور معاه ويتم الطباعة عليها، وكذلك هذا تبع المكياج نفس الطريقة المدور، وهذه شكل دائري، طبعا يتم الطباعة على أكثر من مشغولة حتى لو كانت مرتفعة. شنط السفر اللي هي مصنوعة من البي في سي أو البلاستيك، شنطة حق الرحلات، ممكن تحطها في هذا المكان لأنه ارتفاعها 40 سنتي. هذه الآلة تمتاز إنه تحط فيها أكثر من حجم، يعني من 40 سنتي وما هو أقل. الطول معك مفتوح. طبعا ممكن تركب أكثر من قاعدات تثبت عليها المشغولات بالنسبة للأشياء الصغيرة، أما الأشياء الكبيرة زي الشنطة وغيرها يعني تحطها على الطاولة نفسها مباشرة. هذه الطابعة طبعا اسم الشركة حقها اسمها اللوجو اسمها ميسي، هذه البرنت حقهم أو اللوجو، وطبعا هنا يوجد بداخلها الرؤوس حق الطابعة ياباني، المادر حقه يعني مادر الداخل حقه الذاكرة، شركة في شنغهاي يعني اللي تقوم تركيب وتجميع عبر شركة في شنغهاي، والرؤوس هذا يعني يعتبر ياباني معروف جودتها، تمام. هذه الطابعة نعمل على هذه اللفه كامله هكذا حتى انه يتم التعرف على اجزائها من كل النواحي. هذا طبعا 6 الوان من الحبر، هذه 6 الوان، الابيض والاحمر والاصفر والاسود والاخضر والازرق. هذه الاله حاولنا نشرحها ونوضحها يعني بشكل مختصر. هذه الآلة مركب على جهاز الكمبيوتر الشاشة، ويتم إعطاء الأوامر عبر الشاشة هذه، لديها
مفاتيح من التشغيل والاغلاق، تحديد السرعه، وهكذا يعني نكون شرحنا على هذه الاله ضخمه، مهامها متعدده، خدميه، جوده تصوير عالي. طبعا حتى تكون في الصوره انه لكل مشموله لازم يكون نوع حبر خاص. مثلا الصحون هذه لون نوع الحبر غير ما هو نوع الحبر اللي على البلاستيك او البي في سي او الاكريليك. فلكل مشموله لها نوع حبر خاص. فحاولنا نقول لكم هذه المقتطفه من البيانات والتعريف بهذه الطابعه شركه ميسي، وان شاء الله الى لقاء اخر في منتج اخر من مكائن صناعيه وانتاجيه وحقن ونفخ وتدوير. والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم مهندس محمد علي المعلم الجيلاني، ودمتم بخير.